فيلم رائع الحقيقة، وحسسني بس بأسى وحزن من شكل مصر النهاردة. بجد حسسني بأسى وحزن لحال المباني في مصر النهاردة، سواء العمارة العمارة في مصر، سواء الفخمة أو المتوسطة أو الفقيرة، كلهم في نفس المستوى البشع القبيح. نفس الوقت طبعا حسن فتحي ده يعني حاجة رهيبة، لكن أنا بقول إن اللي بيروح ما بيرجعش. يعني زي ما كان بيقول إن الخواجات فرضوا علينا المعمار بتاعهم عشان يمصوا الشخصية الإسلامية أو المصرية أو الفرعونية، دخلت منهم سنين طويلة. في نفس الوقت نو واي ان واحد زي فكر او معمار، طريقه المعمار بتاعت حسن فتحي اللي هو بيحمل بيها، انها تتنفذ سواء على مستوى مصر او مستوى الغلابه القرى الصغيره، محتاجه سنين طويله عشان تغير فكره. لان الاستاذ لسه بيقول لك حالا ان اساتذه الهندسه بطيخ، مفيش. ايوه استاذه هنا بتقول يا ريت اساتذه الهندسه يدخلوا المشروع ويحترموا طيب انت مين؟ انا دينا عبد الرحيم، انا كنت صاحبه هبه. بتعملي ايه؟ بعيد شويه. لا انا رفت منزل. اهلا وسهلا. طبعا الديبيت رائع، وانا اتشرفت فعلا ان انا جيت هنا وشفت حاجه عن حسن فتحي. انا ما كنتش اعرفه، ما اعرفش قوي عن حسن فتحي، بس انا دخلت بيت في شرم الشيخ وقالوا لي دي على طريق حسن فتحي. النقطه بس لما انا قعدت فيه، قعدت زي ساعه ساعتين، ما حسيتش بدفء في المكان. ما اعرفش هل بقى المعمار الاركتكتشر ده بيت مين في شرم الشيخ؟ عزيز عابد، ما اعرفش هيك تعرفه ولا لا. قال لي دي على طريقه البنا، ده على طريقه حسن فتحي. مفيش في شرم الشيخ حد بني يعني. ماشي. الطريق يعني يدعي او يتصور. ماشي اتفضلي. بس فهو جالي برود، فالحمد لله ان انا جيت وشفت الفيلم النهارده، لانه غير لي كتير قوي من فكري عن معماري حسن فتحي بصراحه.